فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد أو ذكر في بلوغ المرام حديث عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، أخرجه الترمذي. يقول: هل يمكن أن يفسر أو تفسر لنا هذا الحديث؟ لأن بعض الإخوة يقول بأن مسح الوجه بالأيدي بعد الدعاء يعد بدعة. نعم، هو الأحاديث التي وردت بمسح الوجه بعد الدعاء كلها ضعيفة، كلها ضعيفة لا يحتج بها، فلا يشرع مسح الوجه بعد الدعاء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.